السلام عليكم، كيف الحال يا شباب؟ في البداية أقول الله صلى على النبي، اللهم صل وسلم عليك يا نبي. في المقطع هذا هشرح لكم تحديات أسبوعية للمهام الأسبوعية للأسبوع الثالث. عندنا 7 تحديات نفس كل أسبوع. في التحدي الأول يقول لك أزح الجلاميد الشاردة أو دمرها باستخدام سلاح الاشتباك. عدد 3، الجلمود الشارد اللي هي الصخرة اللي زي كذا، تمام، تحصلوها في قمم الجبال. كل اللي عليك إنك تيجي، يعني عندك طريقتين، يا إنك تسوي الحركة هذه تزيحه زي كده وتسويها 3 مرات، يا انك تحطمها، تمام، يعني ممكن تزيح 2 وتحطم واحدة، او تحطم 2 وتزيح واحدة، انت حر. اهم شيء تسوي الحركة هذه 3 مرات يستوى معاكم التحدي على طول. طب في التحدي الثاني يقول لك الحق الضرر بالخصوم خلال 30 ثانية من الخروج من الماء. عدد 75، يعني يكون عندك عدو برا الموية. كل اللي عليك اول ما تخرج عندك 30 ثانية بس تدمجه. تدمجه 75 هيسوي معاكم التحدي على طول، بس تقدر تسويها في كذا جيم، يعني مو ضروري في جيم واحد. كل اللي عليك انك تجلس في الموية لين ما تشوف عدو، حاول انك تطلع وتدمجه. عندك 30 ثانية بس، فهمتوا كيف؟ طيب في التحدي الثالث يقول لك ادفع خصما بقنبلة موجة الصدمة. عدد 1، كل اللي عليك انك اما تشوف عدو، نفس النظام هذا، لاحظوا معايا، هذه قنبلة موجة الصدمة تاخذها بس تدفعه على بعيد، يسوي معاك التحدي على طول. فهمتوا كيف؟ يعني كل اللي عليك اذا شفت اي عدو ارمي عليه هذه موجة الصدمة وطيرته المكان بعيد، هيسوي معاكم التحدي على طول. طب في التحدي الرابع يقول لك اقفز من على لوحة القفز. اول ما تحط على التحدي يبين لك المواقع فين. الموقع هيكون هنا، تمام؟ لوحة القفز اللي هو هذا، شايفينه؟ تيجي هنا وتنط عليه. شوف سوى واحد، خلاص شوف يسوى الثاني. ايوه تقدر في واحد لوح تسويها 3 على طول. شوف زي كده، كده خلصنا التحدي. طب في التحدي الخامس يقول لك انطح خصما في اثناء امتطاع خنزير. عدد 1، كل اللي عليك انك تركب على خنزير وتشوف لك اي عدو وتنطحه. شوف لحظة، اذا شفت اي عدو، ثواني بس، زي كده اذا نطحته هيسوي معاكم التحدي على طول. اذا نطحته مرة واحدة بس يسوي معاكم التحدي على طول، فهمتوا كيف؟ طب في التحدي السادس يقول لك تحصن بدرع كامل عند معبد. اول ما تحط على التحدي يبين لك 3 مواقع. كل اللي عليك انك تروح اي موقع من المواقع اللي هم محددينها، يعني انا هنا، تمام، تيجي وتشرب درع وتعبي درعك فل، يعني تخلي درعك 100%، هيسوي معاكم التحدي على طول، تمام، بأي طريقة تستخدمها، يعني ممكن توصل ودمك 80 وتيجي هنا تكمل 100، هيساوي معاكم التحدي على طول، فهمتوا كيف؟ طيب في التحدي السابع والأخير يقول لك طير بسيارة لمدة 3 ثواني، تمام؟ كل اللي عليك إنك تبني تاخذ لك سيارة، تمام؟ وتحاول تطير لمدة 3 ثواني في الهواء، يعني مجرد إنك تطير لمدة 3 ثواني هيساوي معاكم التحدي على طول. اذا انت مثلا سويت الحركه هذه وما ظبط معاك، حاول انك تبني او تاخذ لك سياره اسرع، تمام، وتطير لمده 3 ثواني يسوى معاك. هذه الطريقه الاولى. الطريقه الثانيه انك انت تروح مكان الينابيع اللي تطيرك على فوق وتوقف بالسياره اذا طيرتك، برضه يسوى معاكم التحدي. وممكن تسويه على الطريقه الثالثه انك تحط اللانش وتطلع بالسياره، طبعا اللانش بيطيرك انت والسياره، برضه يسوى معاكم التحدي. اهم شيء تطير بالسياره لمده 3 ثواني في الهواء، فهمتوا كيف؟ هذا كل شيء كان عن تحديات مهام أسبوعية للأسبوع الثالث. كده وصلنا لنهاية مقطعنا. أتمنى إن شخص ما اشترك في قناتي اشترك في قناتي، ولا تنسوا تفعيل زر الجرس، ولا تنسوا استخدام كود الايتم شوب X2X2، وأهم شيء لا تنسوا تدعموا المقطع بلايك، وإن شاء الله نتقابل في مقطع آخر، وفي أمان الله.